جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. ألو؟ راضي؟ إيه؟ شو ما كان نوع الشغل راضي بخدمتك، قول مين عم يحكي؟ سمير، سمير ديوان، عرفتني؟ طبعاً عرفتك يا روحي، أنت الزلمة يلي بيضل بيحمل معه محرمة. معقول انساك؟ بس انت قلي شو بدك من واحد صغير مثل راضي يا؟ بدي شارمان يواز. فيك تطلب مني شو ما بدك، بس شارمان يواز ما فيني جيب لك يا ابدا، لانه الاخت هتلر مستحيل تبيع شارمان يواز بحياتك الا. شو شغلتك؟ انا ما عم بشتغل، انا ميت يا روحي، اذا دريت هتلر بهالموضوع هاد، اي والله بتطلعني مع مرتي برات هاي المدينة كلها ونهائيا. ايه؟ انت حاول لا تخليها تدرى ابدا. لك انا ما فهمت انت شو بدك، لك شو عم تحاول تقول؟ ليك أنا بدي كل المعلومات عن شارمان يواز، مين يلي قاعد بالبيت؟ بدي أعرف عن كل زاوية بهذا البيت. وانتبه، ما بدي حدا يعرف أي شيء أبداً، وخلي الموضوع سري للغاية، لأنه هذا الموضوع رح يضل بس بيني وبينك. وفي شغلة كمان، أنا بدي أعطيك 50%، بس ما رح أعطيك أكثر أبداً. 50%؟ دقيقة، نص كاسة؟ لك الكل صار يشتغل بنصاص، أقول لقاسم إنه راضي رح يدفع النص، يلا روح! ماشي. بهاي المدينة هاي معدل التشغيل 2% مو 0.5%، عم تفهم؟ هيك ما بيمشي الحال روحي. ليك راضي، لليوم أنا ما أعطيت أكثر من 0.5% لأي عميل، ويلي عم بقلك ياه مشان مصلحتك راضي. مصلحتي؟ أنت قصدك تقول أني ما عم أفهم. في مرة أعطيت 1.5% لعميل، قام تاني يوم الصبح مات. قولي على قامتي. انت شو عم بتقول؟ ليك اذا فيك تعمل هالشغله بيكون كتير منيح، والا رح شوف عميل تاني بدالك. ها؟ لا لا، انت كيف بدك تجيب عميل تاني لهي المنطقه بوجودي انا؟ خلاص انا رح اقوم بهي المهمه، ما في داعي تقول لحدا غيري. ها خلاص ثبت، مع السلامه روحي. خير استاذ. استنى وشوف، أول مجمع بتشاند نيشوك رح يكون لألي أنا، على ملكية شارمان يواز، وهذا رح يكون نصر لشركتنا طبعا. هاي الشاي. تشرب شاي؟ لا أستاذ، آسف ما معي مصاري. رجع كازة يا حبيب القلب. لا لا، لك تعا. شو عم تعمل؟ ما بحب اتحمم بمي باردة، هلا برشح. هيك بتحمي جسمك وبتفيد عقلك يا فهمان، اسمع مني. لا تعال تعال تعال. ايشان شو عم تعمل؟ لا لا ايشان، رشك بالمي شو هالمزح هاد؟ خلص ايشان. لا لا.